غزوة الأحزاب، الخندق. سعى اليهود جاهدين على تأليب مشركي قريش وبعض القبائل المعادية للدعوة على غزو المسلمين للقضاء عليهم نهائيا. استجابت لهم قريش ومن والاها من مشركي العرب، وبعد أن تكونت الأحزاب اتجهت نحو المدينة لغزو المسلمين فيها من أجل أن يردوهم عن دينهم. ولما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الأحزاب استشار أصحابه وقادته في الحرب. أشار عليه الصحابة بالبقاء في المدينة، وأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق في مشارف المدينة في الجهة غير المحصنة بجبال أو حرات، وذلك لمنع دخول الأحزاب إلى المدينة. استحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأي سلمان الفارسي، وتعاون المسلمون على حفر الخندق. بدت طلائع جيوش المشركين على المدينة من جهة جبل أحد، ولكنهم فوجئوا بوجود الخندق. لم تجد الأحزاب سبيلا إلى دخول المدينة، وبقوا ينتظرون أياما وليالي يقابلون المسلمين من غير تحرك. كان لنعيم بن مسعود الذي أسلم سرا دور مهم في نصر المسلمين، حيث استطاع بذكائه وبعلاقته الحسنة بكل من المشركين واليهود أن يجعل كل منهم يشك بالآخر، وكان لهذا الفعل أثره الكبير في إضعاف الأحزاب. لم ييأس الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون من روح الله، لأنهم كانوا على يقين بأن عين الله ترعاهم. ولما طال مقام قريش بدأت روابط الجيش تتفكك، وانعدمت الثقة بين أطراف القبائل. ثم هيأ الله الفرج والنصر للمسلمين، إذ أرسل الله على المشركين ريحا باردة في ليلة مظلمة، قلبت قدورهم واقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم، فتفرق بذلك الأحزاب. وحين أشرق الصبح لم يجد المسلمون أحدا من الأحزاب، فازدادوا إيمانا. فرح المسلمون بنصر الله وسجدوا لله شاكرين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا.